ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل المسقعه العاديه خالص. معانا بتنجان وبطاطس وتوم وطماطم وفلفل رومي وفلفل شطه، والبهارات معايا ملح وكمون وكزبره وبابريكا. انا ما بحط لهاش فلفل اسود خالص، بس لو حد حابب يحط. اهم حاجه في المسقعه ان البتنجان بعد ما تقشروه تديله رشه ملح وتسيبوه في مصفى عشان ينزل كل الميه اللي فيه وما يشربش زيت معاكم. والطماطمية والفلفل الرومي والبصلاية دول هزين بيهم من على الوش، ده اختياري، براحتكو. برضو هنروح نقلي البطاطس اول حاجة. هحط الزيت يسخن وهحط البطاطس. البطاطس انا هطلعها اول ما تاخد لون ذهبي، عايزاها تبقى فاتحة معايا. خدت اللون الذهبي اللي انا عايزاه، هطلعها واحط البتنجان. بسويها نص سوا كده، مش قوي لانها لسه هتخش الفرن. وده البتنجان خلاص، هطلعه على اللون ده. حطيت زيت وهحط التوم ومعاه قرن شطه. في ناس بتحب تعملها بالبصل، بس احنا مش بنحبها كده. يعني التوم ده ممكن تستبدلوه ببصل، وممكن تحطوا بصل وتوم مع بعض، بس احنا مش بنحبها بالبصل، فبحط التوم وبحط الشطه، قرن الفلفل، وممكن تستغنوا عنه، بس المسقعه لازم تبقى سبايسي شويه كده. بعد ما التوم اصفر هنزل بالطماطم على طول، ودي معلقه صلصه. هنزل بالبهارات واسيبها تتسبك، بس مش هسيبها تتسبك قوي لانها هتخش الفرن، تاخد بس غلوتين كده وهطفي عليها. انا كده كنت طافية عليها، ما سبتهاش تتسبك قوي. انا هحطها في البايركس، رصيت البتنجان وبعد كده البطاطس، وبعد كده هحط الفلفل وهحط بتنجان تاني. الفلفل انا حمرته برضو. هنزل عليهم بالطماطم. دي البصلايه والفلفل والطماطم اللي انا بزين بيهم من على الوش، وده اختياري، بس انا بحب كده يكون فيها الوان. هدخلها الفرن، ما بتقعدش غير تلت ساعه بس. كده كنت هطلعها بعد 5 دقايق. دي المسقعة بعد ما طلعت. اتمنى ان انتوا تجربوها بالطريقة دي، والمرة الجاية اعملها لكم باللحمة المفرومة، واعملها لكم مسقعة دايت بتبقى حلوة جدا وخفيفة عندي، وهعملها لكم بالبشاميل. اتمنى ان انتوا تجربوها، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وفعلوا لي الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا هنزله. مع السلامة.